سوف نقوم الآن بشرح شاشة أوامر الصرف المخزنية. يتم الدخول إلى العمليات أوامر الصرف المخزني. طبعا أوامر الصرف المخزني يتم استخدامها في العديد من الحالات، مثلا المسحوبات الشخصية للمدير، صرف التالف، صرف العجز في المخازن، صرف التبرعات، الصرف إلى مراكز الإنتاج، صرف مكافآت للموظفين. أهم ما في أمر الصرف المخزني أن أمر الصرف سيكون بالتكلفة، بتكلفات الصنف. أما خطوات استخدام أوامر الصرف المخزني على النحو التالي: الضغط على زر الإضافة، ثم نقوم بتحديد الحساب المتأثر. مثلا قام مدير الشركة بسحب مجموعة من الأصناف للاستخدام الشخصي، إذا الحساب المتأثر هو حساب المسحوبات، مسحوبات شخصية نضغط عليها، ثم نقوم بتحديد الصنف. مثلا بر أمريكي، طبعا أقول لك المخزن رقم واحد الكمية المتوفرة 600 كيس، مثلا سحب 10. نلاحظ أن سعر التكلفة يظهر آليا، فإذا ما قام مثلا بسحب كمية أخرى مثلا من عصير سيزر، يقول لك المخزن الأول به 100 كرتون، بين المخزن الثاني به 50 كرتون. مثلا صرفنا للمخزن الثاني مثلا 5 كراتين، وهكذا. البيان مسحوبات شخصية من قبل المدير مثلا، ثم نقوم بعملية الحفظ. يتم الطباعة بالشكل التالي: طباعة، سوف يظهر أمر الصرف المخزني بالطريقة التالية: رقم الحساب، الصنف، الكمية، سعر الحبة الإجمالي للمسحوبات. طيب هناك حالة أخرى، مثلا صرف العجز مثلا من المخازن. يتم الضغط على زر الإضافة، البحث عن طريق العجز مثلا، ثم F9، العجز في المخزن مثلا. مثلا بور استرالي مثلا، العجز 3 حبات كمثال، وهكذا. البيان عجز من المخازن تم صرفه. طبعا نلاحظ ان التكلفه تظهر آليا لان اوامر الصرف تكون بالتكلفه. الان نقوم بالتاثير. طبعا بمجرد عمليه الحفظ اثرنا من المخازن، بمعنى تم تخفيض كميه المخازن. اما التاثير المالي فلا بد من عمليه الترحيل اوامر الصرف المخزني. نقوم باختيار احد الامرين او كليهما واستعراضهم بالضغط على التاريخ، ثم الترحيل. القيد المحاسبي الذي ينفذه النظام في أوامر الصرف المخزني سوف يكون من حساب المسحوبات الشخصية إلى حساب المخزون، أو من حساب العجز في المخازن إلى حساب المخزون. تقارير اليومية العامة مثلا، أوامر الصرف المخزني حسب الأرقام الوثيقة مثلا إلى تاريخ مثلا اليوم، سوف يكون القيد المحاسبي من حساب مخزون المواد الغذائية طبعا دائن إلى حساب العجز مدين، كذلك من حساب المخزون دائن قل إلى حساب مسحوبات المدير الشخصية مدين، وهكذا. أما عملية البحث في أوامر الصرف المخزني فقط يتم الضغط على زر الأرض ثم الضغط على F9، سوف تظهر جميع أوامر الصرف المخزني. من أجل استعراض من التقارير يتم دخول تقارير السندات، مثلا السندات المرحلة وغير المرحلة، مثلا أوامر الصرف المخزني. ثم نقوم مثلا بتحديد مستند مثلا تحليلي، المستند رقم 2، ثم عملية الطباعة. سوف يظهر بالطريقة التالية: في حال كان معنا أكثر من أمر صرف مخزني يتم التقليب بهذا السهم الأسود. شكرا.